متابعي ومشاهدي على قناة ديسكو أمين تي في، أهلا وسهلا ومرحبا. اللقاء بكم في موضوعنا لهذه الحلقة هو عن مواطنة مغربية حاء فاء تقطن بالدار البيضاء، امرأة مسنة واحدة تعاني من ألم المرض، وكذلك تعاني من ألم ظلم أحد أقاربها الذي يجاورها في سكنها بالبادية دوار ولاية سليمان جماعة المباركيين بعملة إقليم بالرشيد. هذا المسكن من ملكها الخاص، به قطعة أرض تزور في أيام العطل والمناسبات كمنتزه لها ولعائلتها كونها مستقرة بالدار البيضاء، إلى أن فوجئت بخبر المنادت عليها من طرف أحد المجاورين لها هناك بالدوار بخبرها عن ابن عمها قد اقتحم مسكنها وقام بتقطيع السياج الحديدي، كما نتج عن هذا الاقتحام الحفر بتحويل كما يسمونها حجرة السجل العقاري والمعترف به والمسجل ضمن التحفيظ، وألحق ضررا ببعض أشجار الزيتون ورشها بمواد كيميائية لكي تصبح غير صالحة للإنتاج. ولما جاءت على استعجال لعين المكان شاهدت ما حصل من ابتزاز وهجوم على مسكنها من طرف المجاور لها، توجهت إلى الدرك الملكي المحلي حين حضروا لعين المكان وعاينوا الذي حدث مع أخذ الصور. وللمتابعة أحيل الملف إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد للنظر في القضية مع إصدار حكم الإنصاف للمشتكية، إلى أنه ما بعد سنتين وهي لازالت قائمة الذات بين الذهاب والإياب من مسكنها في الدار البيضاء إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد تعاني من ألم مرض بها، فهي توجه النداء لأصحاب القرار والإنصاف لقضيتها لرجال القضاء وإنهاء القضية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد. سأترككم بما صرحت به في مراسلة صوتية بعد الفاصل، نواصل. السلام عليكم. عندي واحد المشكل مع ولد عمي، بحكم أني عايشة في كازابلانكا، أنا عندي واحد القطعة أرضية في الباركين، أنا ساكنة في كازابلانكا وكنمشي للدار عندي في العربية كنلقى هاد ولد عمي لي على داري ما حاسة ما ضانا حتى دخل، مشيت أنايا طلب ليا باش ناخذ نعطيه البير ونعطيه اسمو ونعطيه البير نعطيه الزيتون بالنص نعطيه المغازون نعطيه الكوري وداكشي، أنا رفضت ما بغيتش نتحاكم معاه، قلت ليه لا ولا كيدخلوا البهيم وداكشي ماشي مشكل من ناحية البهيم وداكشي. في الأخير ناض خلقش مديرين البهيم داخلين كل شيء ولا كيدخل ليا، جيت واحد النهار عاد قالوا لي الناس أجيو راه داك ولد أس محمد راه دخلك البلاد وراه قطع الشجر ثلاثة الشجرات وهرس السلك وهرس الحيط الياجور منين دخل من الجهة اللي حداه هو ماشي من الجهة ديال الواجهة ديال اسمو، راه هادشي اللي كاين حيت أنايا ملي سمعت داكشي مشيت درت السلك ودرت واحد الحيط باش نحبس ما يبقى يدخل ليا حتى شي واحد في البلاد ديالي، درت به شكاية في المحكمة. هذه مدة ديال تقريبا اسمو وتا حاجة ما بانت ليا، مدة ديال عامين تقريبا وتا حاجة ما بانت ليا، ما كاينش لا إنصاف لا والو. كنطلب من الناس ديال المحكمة عطوني غير حقي، يشوفوا ليا غير من وجه الله عطوني حقي، ينصفوني في حقي لأني مظلومة وما عندي حتى واحد، عندي الله هو اللي عندي.